ناقش المدير العام لمديرية مدينة المكلا العميد ركن عبد الله بايعشود مع مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بساحل حضرموت عمر الجفري إشكالات المياه بعدد من المناطق بالمديرية، وأوضح الجفري أن هناك مساعي وجهود مبذولة في تخفيف معاناة المواطنين في الحصول على مياه الشرب بتلك المناطق. من جانبها أشاد العميد بايعشود بتجاوب المؤسسة وتعاطيها مع هموم معاناة المواطنين بالمديرية، مؤكدا على أن السلطة المحلية بالمديرية تساند المؤسسة وتشاطرها جميع المساعي الرامية إلى إيصال خدمة المياه في المناطق التي تحتاج إلى الخدمة وتحسين الخدمة في المناطق التي تعاني من ضعف في وصول المياه. وفي السياق نفذ العميد عبد الله بايعشود والأستاذ عمر الجفري نزولا ميدانيا إلى حي غرب الضيافة بمنطقة فوة بمدينة المكلا واطلعا على إشكال المياه بالحي والمعالجات المقترحة لحل الإشكال.